إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عندي هنا تاهو 2009، الرجال بيغير زيت الجير وبيغير كب مبرد 40,000 وحدة. طبعا الرجال ما أخذ السيارة لها يمكن حدود 5 شهور، ولا يدري عن حالة السيارة من ناحية تغيير السوائل أو غيرها. السيارة ماشي حدود 300 وشوي. هذا الآن هنا 332، طبعا الرجال حسب كلامه ما يشتكي من شيء، فقط المشكلة عنده اللي يشتكي منها يقول انه تأخير في استجابة التعشيق لما يحطها في الار او في الدياتيك. بقيت الامور امورها تمام. طبعا انا ما جربتها للامانه، لكنه الرجال ان شاء الله من باب الثقه، ولكن انا من دوري. طبعا عندي هنا المعالج لوكس، معالج لوكس، وعندي هذا زيت الجير 13 علبه عشان اغير زيت الجير كامل مع الطنجره والاول مره، مو الاول مره، عن سياره ما ادري عنها. وعندي هذا الفلتر، وطبعا انا هذا عندي المبرد ال 40,000 وحده يو ستارد امريكي، ضمان 5 سنوات باذن الله، شامل التركيب وقطع غيار. وطبعا انا من باب التاكيد افحص كمبيوتر. طبعا فحص الكمبيوتر قد يكون اكواد قديمه او جديده الله اعلم. عندي هنا له حساس دعسة الفرامل، له حساس دعسة الفرامل اللي هو يتحكم في المثبت وما ادراك المثبت. وعندي مشاكل اعتقد انه في الدبل وما ادراك ما الدبل. طبعا اتكلم اعتقد انه على زيت الدبل، بنشيك على زيت الدبل. وبرضه يتكلم، عفوا، هذا هذا الجير، هنا الجير. طبعا دقيقة بس خلنا نحفظ. عنده شريحة الجير، عنده شريحة الجير، عنده شريحة الجير اللي هو الكود البي 0842 والبي 0969. وأيضا عنده مشكلة في التورك كونفرتر اللي هو طنجرة الجير. على العموم الآن بدوري بحفظ الأكواد، أو حفظت الأكواد. طبعا عنده هنا هذه الأكواد حق الجير، يعني ما يخترع من راسي، هذه أكواد الجير. وطبعا حسب كلامه يوصل معاه حرارة الجير إلى 95، وأتوقع أن المشكلة عنده برضو من الطنجرة لأنه عنده مبرد هنا، فالمفروض أنه ما يتعدى ال 85، أو يعني نقول 85 حتى لو كان في عز الحر مع الخطوط، لكن يقول توصل معاه إلى 95، وأتوقع أنه عنده مشكلة في الطنجرة والله أعلم. لكن هذا الآن عندي فحص مبدئي عن طريق الكمبيوتر. عندي الكود اللي هو البي 0842 والبي 0969، تخص اللي هي حساسات أو شريحة الجير اللي هي العدسات. وعندي الكود اللي هو حق الطنجرة البي 2762، وأتوقع يخص اللي هو صمام الطنجرة. على العموم الآن بدوري نشوف الأكواد الثانية، نمسح الأكواد. طبعا عندي هنا بعض التهريبات في غطاء البلوف. طبعا مسحت الان الاكواد، طلعت عندي كلها صفر، ولكن بنشوف بعد الاستخدام والتجربه وبنشوف ترجع الاكواد ولا لا. الكود اللي بيرجع معناته الكود فعلا يحتاج الى اصلاح، والكود اللي راح ممكن يكون كود قديم. الان خلصنا من مساله الكمبيوتر، نجي الان عندي هنا. طبعا انا بركب اليو ستارد، هذا راح افك الوجهية أو الشبك العلوي هذا، بس منها راح نفرغ الزيت عن طريق المبرد، ومنها بعدين راح إن شاء الله نركب المبرد بعد ما نغير الزيت.
كاين الشبك، كاين الكبسات اللي هنا، المسامير العلوية، هذا عندي الشبك الآن، وهذا عندي العلامة، وهذا عندي التثبيت حق العلامة، وهذه مسامير الشبك، وهذه التثبيت الجانبية. لا راح نفك المبرد من هنا، الماسور اللي هنا، التثبيت اللي هنا، التثبيت اللي هنا، وايضا نفك المسامير من هنا، نشيل المبرد كامل. وراح نستخدم الماسورة هذه فقط للتفريغ. هذه راح ان شاء الله نلغيها نهائيا، ونلغي شيء اسمه التبريد او التسخين عن طريق طبة راديتر، عشان نتجنب بعون الله شيء اسمه تبريد عن طريق المويه، ويتجنب الخلط مستقبلا بعون الله شكل من اي اشكال، يصير التبريد كله هوائي بعون الله، وبنشوف كيف يفرق معنا التبريد. هذه مسامير التثبيت حق المبرد، يجي هنا كلبس، وهنا كلبس، وهنا مسمار، وهنا مسمار. هذا عندي التيل، فكين المواسير، وهذا عندي الان المبرد. راح نرجع هذه كلها القديمة في المبرد، عشان لو قدر الله بيرجع يوم من الأيام يكون موجود. رجعنا كل شيء في مكانه، الكليبسات، المسامير، الكليبس هذا، الكليبس هذا. طبعا ركبنا الهوز هنا، لأن نظام التبريد جاي من ماسورة الجير على طبة الراديتر السفلية، يطلع من أعلى الماسورة العلوية ويجي على الماسورة اللي هنا ويروح على المبرد ويرجع للجير. فأنا الآن اختصرت الموضوع، راح أحط الهوز هنا، أحط الجالون هنا عشان أفرغ فيه الزيت. الآن أشغل السيارة ونفرغ الزيت. لاحظوا عندي الزيت هنا، يعني نوعا ما يعتبر مقبول. يعني يعتبر انه الزيت صاحب الاول مغير، الله اعلم. مو معقول هذا زيت الوكالة او ما مهمل، بالعكس مبين على راعيه الاول انه مغير زيتها. بعد ما فرغنا الزيت لان نفك الكارتير ان شاء الله. فكينا الفلتر او الكارتير، راح نفك ان شاء الله الفلتر. فكينا الفلتر، هذا الفلتر القديم، وهذا كرتير والزيت. هذا الان الفلتر او الكرتير بعد التنظيف، والمغناطيس والوجه القديم. وعندي هذا الفلتر الان الجديد، هذا الفلتر القديم وهذا الجديد. ركبنا المسامير جميعا، الحين نحط 8 علب. عندي هنا تبقى 5 علب مع المعالج. طبعا هنا عندي 5 علب او 8 علب، تعادل حدود اللي هو 7.5 لتر، لانه الزيت ناقص اقل من اللتر. وراح يبقى معي برضو حدود اللتر او 1.5 لتر او لتر في الكارتير، ولكن بعد ما نسوي تنظيف مرة ثانية، بعدها راح نركب نستكمل له تركيب المبرد، وبعدها راح نركب الزيت ونعايره مع المبرد. حبينا 8 علب، راح نشغل ونفرغ الزيت. هذه المرحلة تعتبر الثانية، بعدها زي ما ذكرنا نكمل المبرد ونقيس الزيت ونعايره مع المبرد. هذا عندنا الزيت، راح نتحول ان شاء الله الى زيت نظيف انظف من ما كان عليه. بسم الله ما شاء الله. لا نفك قربة الهواء عشان نفك السرة او الماسورة السفلية. لا يشوف العجب،
جيت بفك الفلتر او القربه كالعاده كلها كبس، وكويس اني ما كسرتها، وانا جالس احاول فيها اللي يمكن نص ساعه اسحب اسحب اسحب، اتضح انه حاط لي فيها مسمار. يعني والله هي مشكله مسمار. ليش؟ طيب في قوة تثبيت. العمل الان فك المسمار اللي هنا وراح نكمل. لاحظوا الاختراع مسمار. العموم علينا، راح نفك الهوز اللي هنا او المسمار اللي هنا. الحين نعب هنا تنزيم في الماسورة اللي هنا عشان ينزل الماسورة السفلية، وافرغ الزيت من الطبة السفلية. لاحظوا الان بعبي لاحظوا الان الزيت يمشي، وراح ادف الزيت بالبنزين. لاحظوا صار عندي الان نظيف، وراح اعيده مره ثانيه. لاحظوا خلاص الان طلع نظيف. راح الان انفخ بالليل الهواء، بيصير كذا عندي انا اقفل الماسوره اللي عندي هنا واقفلها من اسفل بشكل الغاء. بيصير عندي بس الماسوره هذه الان اللي اشبكها في المبرد مباشره من الجير، وعندي الماسوره هذه اشبكها في المبرد ومشطها في الجير. هذه الان بتكون ملغيه نهائيا، وما عاد يصير في اي له علاقه في تنظيم او في نظام التبريد الراديتر المحرك. الان انتهينا من المرحله حقت تكفيل الماسوره اللي هنا، وايضا الماسوره اللي هنا حطيت لها سيليكون في المجرى، وحطيت عليها القطعه البلاستيكيه هذه، وقفلت المجرى كامل عشان لو قدر الله بيرجع لها يوم من الايام يرجع لها طبيعي، فقط يسحب السيليكون وانتهى الموضوع. الان يبدا تثبيت المبرد، وهذا عند المبرد ليات والقطع التثبيت والحلقات. تم تركيب الهوز هنا في الماسورة هذه، تم القفل ماسورة السدادة اللي في الأسفل في الطبة، وعندي الآن هنا هوزات راكبة جاهزة، تثبيت جاهز، أيضا من الأسفل. طبعا ما تم شدها نهائيا، راح الآن أعبي الزيت ونشغل، وبعد ما نتأكد إنه كل شيء تمام بعدها راح إن شاء الله نشد كامل. طبعا رجعتها مكانها زي ما كانت لكنها تحك في قربة الموية. ركبنا قربة الهواء، راح نعبي زيت نشغل. حطيت 5 علب كاملة، راح الآن نشغل نختبر التبريد ونعاير الزيت. ما شاء الله تبارك الله، هذا عند الهوز، هذا عند الليات، مجرد ما تشعر بالحرارة في المبرد بالكامل. طبعا عندي هذا الحار هنا وعندي هنا البارد اللي هو الخط الراجع، فما دام الان المبرد عندي كامل فيه حرارة اعرف الان التبريد او التركيب والا صحيح. الان بس راح نثبت الشد، تم شد القواعد من جميعها هنا هنا طب هنا هنا وايضا هنا، كلها تم شدها بالكامل حتى قاعد هنا ايضا هنا. هنا برضه كده خلصنا. راح اركب الان ان شاء الله الان الشبك. خلصنا التركيب، خلصنا المعايرة على كلمة هوت. لا راح ناخذ التجربة ونفحص كمبيوتر مرة ثانية ونتأكد إذا شريحة الجير مرة ثانية ما
مع الصمام حق الطنجرة معناته الشريحة تحتاج إلى استبدال. الشريحة تحتاج إلى استبدال، ليش؟ لأن الصمام، الصمامات اللي في الشريحة مكبوسة كبس ما تتغير. فما دام إنه عند العدسات فيها مشكلة والصمامات حقت الطنجرة فيها مشكلة، فالأفضل يغير شريحة مستخدم بنفس الرقم بدون الحاجة إن شاء الله إلى برمجة أونلاين. ما جربته أموره كلها طبيعية ما في مشكلة، لكنه ممكن تكون الأكواد قديمة والله أعلم، لكن برجع أفحص مرة ثانية، إذا رجعت معناته الأكواد فعلية، وإذا ما رجعت معناته قديمة. طبعا لاحظوا الآن، الآن يعتبر في الدي رقم واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. يعني تغييراته كلها ما شاء الله تبارك الله سلسة، ولا في نتعة ولا في دق ولا شيء. فممكن يكون الأكواد قديمة. على العموم أنا أفحص، وإذا رجعت عنده نتعة أو فحص مرة ثانية طلع عنده الأكواد مرة ثانية فلابد يفعل الشريحة. لكنه عندي الآن كأداء الجير ما شاء الله تبارك الله ما في أي مشاكل. وبرضه راح أجرب إن شاء الله عند المطب الصناعي بهدي وأدعس ونشوف إذا كان في دقة أو نتعة أو شيء. ما شاء الله حرارة الجير طبعا في الليل ممكن شغال، لكن يعتبر في النطاق الطبيعي، لأن الجو ما شاء الله عندنا الآن في 35 أو 32 درجة الحرارة. لاحظوا عندك 33 ما شاء الله كيلو، عشان كذا يعني ما شاء الله تبارك الله في النطاق الطبيعي بعون الله. لما الآدم يقول الرجال ترتفع عنده حرارة الجير توصل إلى 90 و95، وتقرب أحيانا بعض الأحيان إلى 100. أتوقع أنه عنده كان مشكلة في التبريد أو أنه مشكلة في طنجرة الجير الله أعلم. على العموم الآن مع البرد ما شاء الله تبارك الله راح يبين معنا بكرة إذا طلع عليها مشوار في النهار وترجع لحرارة الجير أو توصل. طبعا فرض مع المبرد في عز الظهر مع المكيف ما تتعدى 65، يعني إذا طار 65 66 67، يعني 70 ما يوصلها. في العقبات لا، أنا قلت أتكلم في الاستخدام العادي وفي ظروف اللي هو الصيف في عز الظهر مع المكيف ما راح يوصل 70 نهائيا في الوضع الطبيعي. طبعا طبعا أنا عندي أنا مطب صناعي هنا بهدي وبشوف. أنا هدي هنا عند المطب، الوضع طبيعي جدا وإن شاء الله الله يعطيه خيرها ويكفي شرها وإن شاء الله أنه ما في مشكلة. شعرت أحيانا لما مثلا أهدي وأدعس شوي بعدين أرخي رجلي على البنزين تحس أنه في كذا زي الدق بسيطة جدا، لكنه ممكن عشان التضارب ما بين التهدية وما بين الدعس. برجع كده مرة ثانية أشوف، لكن التغييرات في الاستخدام مع التسارع الطبيعي ما في اي مشاكل. لكن برجع بعد شويه هدي وادعس مره ثانيه وهدي وبشوف اذا كان في دقه ولا انا ممكن يتهيالي. طبعا عندي الدخل الان هنا يمين وهدي وادعس وبعدين هدي مره ثانيه واشوف. ما في شيء إلى الآن الحمد لله. طبعا الآن برجع أفحص مرة ثانية نشوف. رجع عندي كود في الجير، رجع عندي كود في الجير بنشوف إيش المشكلة. طبعا بوقف الفحص
عندي هذا كود الشريحة، كود الشريحة. طبعا الآن عنده كود الشريحة ويقدر الآن يستبدل الشريحة بدون ما يغير زيت، يحتفظ بالزيت القديم ويغير الشريحة بدون ما يخسر ولا قطرة زيت، سواء عندي أو عند غيري، لأنه يسحب الزيت وعادي يستخدمه مرة ثانية، لأن الزيت الآن جديد كامل، فقط يستبدل الشريحة أو يصلح الشريحة. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.